واحد بيقول نرجو آية من الإنجيل تثبت عدم زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفي، وأرجو آية في الإنجيل تثبت عدم زواج أخت الزوجة بعد وفاتها. زواج الزوج وأخت الزوجة، لأن سألت أحد الأخوة فقال لا يمنع من الزواج. لا، شوف إيه المنع الأول موجود في سفر اللاويين إصحاح 18 وإصحاح 19. أول قائمة في موانع الزواج جت في العهد القديم كانت في لاويين 18 وبعدها لاويين 19. السبب هو الآتي: لما بيتزوجوا اثنين ويصبح الاثنين واحد يبقى أقارب الزوج أقارب للزوجة وأقارب الزوجة أقارب للزوج، لأن بقت عيلة واحدة، فأختها تعتبر أخته وأخوه يعتبر أخوها وأمه تعتبر أمه. حتى في الإنجليزي يقول sister in law وbrother in law ومother in law، يعني أخت حسب الشريعة وأخ حسب الشريعة وأم حسب الشريعة. فلذلك تعتبر أخت الزوجة من المحرمات لأنها أخت للزوج بحكم الزواج. وعلى رأي القديس باسيليوس الكبير يقول مش معقول أخت الزوجة تبقى مرات أب، وانتوا عارفين يعني مرات الأب. في قوانين القديس باسيليوس الكبير الحرمان واضح جدا. القديس باسيليوس الكبير اللي احنا بنصلي بالقداس بتاعه تقريبا بصفة دائمة، يعني اكتر القداسات بنستخدمها هي قداسات المسيح. وايضا في كتب موانع الزواج موجودة، وانا كتبت عدة مقالات في السبعينات في مجلة الكرازة وفي جريدة وطني عن هذا الامر، ممكن ان انا اعيد كتابتها لكم مرة اخرى للي عايز يعني. فبدل ما تقول آية في الإنجيل قول هل توجد آية في الكتاب المقدس، لأن التحريم موجود من العهد القديم.